اهلا بكم دايما في الناس الحلوه. عايز اكلمكم عن عرض مشهور جدا ومهم جدا وناس كتير بتتجاهله، كرشه النفس، ديسنيا. كرشه النفس ان الانسان ما يعرفش ياخد نفسه. اول ما اقول لكم كده طبعا في ناس كتير فيكم ممكن تفكر تقول ايه هو الواحد لما ما يعرفش ياخد نفسه، مش دي ايه يعني؟ ممكن يكون حسد، حد حسده او مخنوق شويه. ماشي، يعني ده في كتب الطب الشعبي بتاعك اوكي، لكن كرشه النفس من الاعراض الخطيره والمهم جدا. والغريب في كرشه النفس انها ساعات تيجي اكيوت، حاله حاده، او ممكن تيجي بالتدريج، والاخطر هي الاحد طبعا لان ممكن تكون خطيره جدا. يعني الاكيوت ديسنيا من اخطر اسبابها حاجه اسمها اكيوت بلمونر اديما. ايه بقى دي اكيوت بلمونر اديما؟ دي من الحالات الخطيره جدا، والكلام اكتر للشباب الاطباء. ساعات الفشل يحصل في الجنب الشمال من القلب، او يحصل انفاركشن، جلطه في شريان يقفل القلب او يقفل شريان من شرايين القلب المهمه في الشريان التاجي يعني، وتاثر على الجزء الشمال من القلب بشكل مفاجئ، فالقلب في الناحيه الشمال يبوظ. فمره واحده الدم اللي راجع من الناحيه الشمال من الرئه للناحيه الشمال ما يعرفش يرجع، فيحتقن الدم داخل الرئه. الرئه مش مكان احتقان دم، يعني اول ما الدم يقعد في الرئه مش كميه كبيره يبدا ينشع ميه جوه الرئه، جوه الرئه مش حوالين الرئه، ده ما تقدرش تاخد نفسك. يقولوا عليها في الطب يقول لك الانسان بيغرق جوه نفسه، بيشن سنك ام هيم سيلف، بيغرق جوه نفسه كانه بيغرق من غير ما يكون في بحر بجد. وده بقى بيجي له كرشه نفس خطيره جدا، ده بيدخل الاستقبال، لو اللي في الاستقبال ما عندوش خبره كافيه مش هيفهم، هيدخل ماشي على رجليه ممكن بس مش قادر ياخد نفسه ومش قادر يتكلم. طبعا هو قاعد كده، في طباب شباب اطباء صغيرين لسه في السن، ممكن يكونوا يعني صغننين مش باين عليهم انهم اتخرجوا، لسه صغيرين خالص كده، فيدخل على المريض مالك يا حاج؟ هتلاقي طبعا هو التاني مش قادر ياخد نفسه، بصص له انا دكتور يا حاج، الراجل مش قادر يتكلم، انت مستقلني يا حاج؟ هتلاقي الراجل طبعا يعني بصص له اللي هو بقى يعني يا رب خد يعني انا مش قادر اتكلم، العيان مش قادر يتكلم. كرشة نفس تتنافى مع الكلام وتتنافى مع اي حاجة، وفجأة تلاقي الانسان بدأ يعمل رغاوي من بقه، يطلع يكح ويطلع رغاوي من بقه، ده غالبا وصل لمرحلة خطيرة للغاية. كرشة نفس التدريجية بقى ليها جريد، ليها درجات، منهم جريد 2. جريد 2 ده طبعا يا كرشة نفس مع اكتر من مجهودك العادي، دي جريد 1. يعني لو بتجري انت مش متعود مثلا تجري، كلب طلع لك في ضلمة خلاك تجري، كلب هاو هاو طلع لك، جريت جري وراك جالك كرشة نفس مع مجهود اكتر من عادي، ده مش خطر، ده حاجة فسيولوجية. لكن كرشة نفس مع المجهود العادي اللي انت واخد عليه، دي برضو حاجة محتاجة تفكير شوية. مجهود مين العادي؟ مجهود الهارت وركر، الناس اللي بيشتغلوا جامد قوي، زي مثلا عمال البناء، الناس العمال اليدويين، اللي هو واحد يجي لك يقول لك سلام عليكم عندي كرشة نفس أنا متعود أطلع الدور الخامس من غير ما يجي لي كرشة نفس، دلوقتي عند الدور الخامس بيجي لي كرشة نفس. أنت كإنسان بيجي لك كرشة نفس وأنت بتقرش في صباعك هتبدأ تقول له يخرب بيتك، لكن هو ده كرشة نفس مع مجهوده العادي بالنسبة له عادي. لكن في بقى ناس تانية السيدنتري لايف، الناس الرايقة بقى، الناس المرفعة، اللي هو البهوات، الجنتلمان، اللي هو بيصحى من النوم يجيبوا له الفطار وهو قاعد على السرير، يحموه هو على السرير، يشيلوه من السرير للاسانسير اللي في الدور بتاع السرير دقه النوم، ينزل يركبوا له عربيه، السواق ياخده الشغل، يمضي 10 امضاءات، في العقد امضاء ال 11 يجي له كرشه نفس. هو ده الاوردينال لايف، هو ده لما يجي له كرشه نفس في الامضاء التاسع او الثامنه، دي مع الاوردينري ايفورتس بتاعته مع مجهوده، ده اللي بيعتبرها برضه كرشه نفس مع مجهوده في المستوى الثاني، دي كرشه نفس في المستوى الثاني. كرشه النفس ممكن يكون سببها طبعا حساسيه، ممكن يكون سببها زي ما انا قلت لكم صمام ميترالي، في مشكله ضيق في الصمام الميترالي، ده ممكن يكون سببها حساسيه في البرونكيال ازمه، ممكن ليها اسباب كثيره جدا، لكن ينبغي ان نتنبه الى كرشه النفس بشكل كبير جدا جدا، وخليكم دايما مع الناس الحلوه. عارف في حاجه اسمها جنرال كونديشن، كل نوع عامل ليه تكنيك غير التاني، لازم البني ادم يوصل لحاجه انه يعرف يبتسم. ما تطلعش الدكتور اللي جواك لانك جواك مش دكتور، اوعى تتقمص دور دكتور.
الأشعة المقطعية قبل إجراء زراعة الأسنان إجراء غير ضروري. أنا ممكن أقول لك المقطعية هتطلع إيه، لكن لا أجزم بيها، لازم المقطعية تيجي تتطابق مع اللي أنا بقوله. أنا شايفة إن الكلام ده غلط. ده معتقد ناس كتيرة وخصوصا البخلاء. كتيرة قوي. يلعب نوع الزرع المستخدمة دور كبير في فشل أو نجاح الزراعة. أنت بتزرع في أي نوع عظم؟ تقويم الأسنان يعطي نتائج أفضل لما كانت السن الصغير. أفضل؟ لأ، أسرع. إذا الناس تبعتنا على أساس إنهم يتعلموا ثقافة هيستفيدوا جدا. زراعات قديمة بتديها له رقمها وترجع تحطها تاني. في ناس اعتقد إنه جميع أنواع الزراعات بتعطي نتيجة واحدة. في بلاد معروفة إنها بتعمل أحسن إمبلانتس موجودة في العالم. القشرة التجميلية حل دائم لتجميل الأسنان وليس مؤقت. طبعا دوت حل دائم، يعني أنا بفضله كمان عن التبييض. احنا ممكن نعمل فيها زراعات ونعمل فيها شغل حلو جدا، بس المريض يدي فرصه للدكتور ان هو ياخد قرار مظبوط. احنا جبنا النتيجه دي. معالج الشكل في مرض بيؤثر على الوظيفه. فشل جراحة سمنة دي أنا حتى كدكتور، يعني إيه جراحة سمنة فشل؟ التارجت بتاعنا في كل العمليات حقيقة واحد. سوء اختيار العملية بيلعب دور رئيسي في فشل هذه العملية. أه طبعًا. قص الوزن أو العملية بتاعتنا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الجنين؟ لا طبعًا. الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ جراحة السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجموعة جراحة السمنة بالقسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات السمنة. أهلا بكم. هالني هالني حلوة هالني دي. في الفترة الأخيرة ما رأيته من فكر خاطئ تماما على السوشيال ميديا يتعلق بإيه؟ شخصية مشهورة تخرج بجملة أو بحوار صحفي أو بتصوير اللي هو لايف دلوقتي وتتحدث عن شيء غريب جدا، وهو ثقتها في نفسها وهي تعاني من سمنة مفرطة. طيب، أولا لازم نفهم أن السمنة المفرطة بتعريف الطب هي مرض. مرض السمنة مرض. في كل الكتب والمنظومات الطبية والمؤلفات الطبية الحديثة هم قالوا كده، العلماء قالوا كده، قالوا أن السمنة مرض. ما ينفعش أبدا شخص مشهور له مريدينه وبنات بتحبها أو رجالة بيروا مثل أعلى يخرج بحالة مرضية وبيعاني منها ويقول أنا راضي عن نفسي كده، لأنه مش المفروض يرضى عن نفسه كده. وإلا بنفس المنطق بقى هيخرج برضه مريض فيروس سي يقول أنا راضي عن نفسي أنا عندي فيروس سي ومش رايح أتعالج. هيقول مريض الضغط أنا راضي عن نفسي وأنا عندي الضغط ومش واخد دواء. بنفس المنطق، ما هو مرض، ما هو المرض ما ينفعش إن أنا أقول. في فرق إن أنا أتقبل قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وفي فرق إن أنا أرضى بالمرض وأقول وأفتخر بيه. ما ينفعش. الطب ما فيهوش المعنى ده. ما ينفعش ان يبقى عندي لا قدر الله ورم واقول انا خلاص انا تمام كده، انا عندي الورم ومتقبله وبتاع. طب انا اروح اتعالج، ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده. طب العلاج ممكن جري، تخسيس، نظام غذائي. اذا كانت سمنه مفرطه وفشلت بتاع كله هنشوف تقييمها ايه بالنسبه لجراحه سمنه. لكن الخطر، كل الخطر انه رمز من الرموز يطلع هذا المعنى لمريدينه لمعجبينه، لانه بنت بقى بتعاني من سمنه مفرطه تقول ما هو فلانه قالت كده، رغم ان هو غلط تماما. ومحدش يقول لي برضه بيعاني من السمنه الزائده يقول لي ايه ما هو انا كده وراضي بكده لان دي خلقه ربنا. ربنا ما خلقكش كده، وانا متاكد من الكلام، ربنا ما خلقكش بالشكل ده بالسمنه المفرطه دي. ربنا خلقك في احسن تكوين، لكن انت اللي بوظت هذه التكوين. انت اللي اهملت جدا في علاجك، اهملت جدا في فحوصاتك، ما تشوف ما اكتشفتش عندك مشكله ايه، كلت بنهم، ادمنت الاكل. ما هو يا جماعه الاكل ادمان،
الاكل ادمان؟ اه طبعا ادمان. ادكشن اوف فود ده 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 كتب. انك انت النهارده شفت السندوتش ده، لا مش هروح الا ما اكله. حته الفرخه دي هسيبها لمين؟ طبق الكبده دوت ولا طبق الرز دوت اكمله لغايه اخره عشان الشيطان ما ياكلش معايا. اكلت بره وارجع اكل تاني مع مراتي عشان ما تزعلش. مكوز اتنين باكل مع دي وباكل مع دي عشان ما يزعلوش. ففي النهايه انت اللي عملت في نفسك كده. المشكله بقى لو انت فجر، لو انت حد ينظر له نظره المتابعه وقلت ان انا كده تمام وانا كده جميل و100 فول و14 واللي عايزني يقبلني كده، ده غلط. انا شايف ده غلط. ده نوع من هقول لكم التعدي على قدر مهم جدا اسمه العلاج. العلاج قدر، قدر ربنا اداه للناس، لانه في الحديث ان الله خلق الداء وخلق الدواء، صح كده؟ يبقى ده خلق من خلق ربنا، الدواء. النهارده هذا المعنى سيكون من المعاني المهمه اللي اطرحها على ضيفي العزيز. طبعا قمه علميه كبير واستاذ الاساتذه وفخر وجوده معنا، وانا انتظر هذا اللقاء على المستوى الشخصي لاني ساستفيد من استاذي القدير استاذنا الكبير الاستاذ دكتور محمد ابراهيم. اهلا بك استاذنا. اهلا. انا شايفك ايه مبتسم ابتسامه خفيفه وانا بتكلم. انا حقيقه عجبتني الانترو فعلا، لان هو المبدا ان السمنه مرض ده لازم ينتشر على الناس كلها، وهي المشكله بتيجي تراجع من اعتقاد بعض الناس ان مشكله السمنه هي مشكله تتعلق بالشكل. صحيح طبعا الشكل مهم، ومن لطيف في الحته دي انها تكون واثقه نفسها حتى وهي شكلها او عندها زياده في الوزن، انما مش معنى كده ما تتعالجش، مش معنى كده انها تنشر في المجتمع رساله بان السمنه ما هيش مرض، لا السمنه مرض وديفنتلي له مشاكل والتاثيرات بتاعته على المجتمع اكبر بكثير مما يمكن ان احنا نصرف على انها مجرد مشكله تتعلق بالشكل او بالسيلف ايمج او بنظرتها لنفسها وثقتها في او ثقته في نفسه. لان الحقيقه السمنه دي بتصيب مجموعات قطاعات كبيره من المجتمع، يمكن اكثر قطاع للاسف بيتصاب هو الشباب. خلاص هم ده عماد الوطن، هم دي الفئه اللي هتتولى الحركه وبناء المستقبل ليها ومستقبل للوطن، وبالتالي احنا محتاجين جيل صحي، والصحة في الحتة دي أكيد تتعارض مع مفهوم السمنة بصفة عامة. إذا سنذهب إلى الجزء الأول، ويمكن أول سؤال يتعلق بهذا الأمر، الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ عندنا في الطب يقولوا البطنة أم الطب، هنا الجملة على نفس الوزن. السمنة يقال أنها الآن أصبحت أم الأمراض، حيث أنها تسبب 52 مرض، وبعض الناس يكتب 60 مرض، منهم امراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، السكري من النوع الثاني، الكوليسترول، ارتفاع وتشحم الكبد، فرصه السرطانات المختلفه، خشونه الركبه، ومشاكل العمود الفقري. طبعا اكيد ابيض ناصع البياض للاسف، والابيض للاسف. يمكن الفتره اللي فاتت دي احنا كمان بنشهد حديث اكتر بكثير على تشحم الكبد او الكبد الدهني، لان احنا لحد فتره يمكن 17 سنين فاتوا كنا نعتبر ان ده مجرد زيه زي اي منطقه فيها تراكمات دهون، وان دخول الدهون داخل الكبد مجرد فقط مخزن، وان ده هيؤدي بس ان حجم الكبد هيكبر. انما دلوقتي احنا عارفين ان التشحم الكبدي او دخول الدهون داخل الكبد بكميه كبيره بيؤثر كمان على وظائف الكبد، وبيعمل حاجه قد تنتهي يعني بتليف في الكبد. ودي من الحاجات اللي هي المهمه، خصوصا احنا في مصر عندنا مشاكل كتير مع الكبد، كمان الكبد الدهني بقى مشكله جديده. قبل اختبار عمليات جراحات السمنه او اختيارها، لابد من اجراء فحص اكلينيكي للتعرف على حاله الصحيه و التاريخ المرضي للمريض بدقه شديده. طبعا ابيض، لان احنا بنتكلم مع مرضى عندهم حتى لو هم ما فيش حاجه اكلينيكيه واضحه، احنا بنتكلم دايما حاجه اسمها الفسيولوجيكال ريزيرف او الاحتياطي الاستراتيجي، اللي هو احتياطي انت في حياتك العاديه ما بتستخدموش، انما لما في اي فتره من الفترات اللي فيها ستريس باي شكل او فيها ضغط باي شكل بتحتاج هذا الاحتياطي الاستراتيجي. ده موجود في التنفس، في عضله القلب، في وظائف الكبد والكلى، وبالتالي لازم المريض بتاعنا نبقى عارفين بالظبط كمان مش مجرد وضعه الصحي دلوقتي، كمان والاحتياطي الاستراتيجي بتاعه، هيتحمل الضغوط بتاعت العمليه ولا لا، يتحمل القلب، هيتحمل الضغط بتاع الاستريس، التنفس كمان الحاجات اللي بنهتم بيها جدا. طبعا وظائف الكبد دي من الحاجات المهمه، وظائف الكلى هل قد ايه هو عنده احتياطي استراتيجي من وظائف الكلى. فالفحص الاكلينيكي والمعملي والاشعه ده جزء اساسي قبل ما المريض تقع
قرار انك تعمل له اي نوع من العلاج حتى لو تغذيه. حتى البرامج الغذائيه كمان يجب مراعاه الحاله الصحيه المريض فيها، يعني المريض اللي عنده مشاكل في الانيميا مثلا مع الحديد يجب الاهتمام بالنظام الغذائي بان يكون شامل على العناصر فيها حديد مثلا. ما ينفعش تهمل مواد مجموعه غذائيه لمجرد ان هو هتزود الوزن مثلا او يعني تعمل نظام غذائي مثلا لحد لا يتناسب مع ظروفه الصحيه. الحوار مع المريض ودراسه حالته النفسيه وسلوكه اصبح شيء اساسي لاختيار نوع العمليه. طبعا ابيض. ابيض الحقيقه. وخصوصا في بعض انواع العمليات زي تكميم المعده او عمليات القائمه على تصغير المعده. العمليات دي بتتكلم على نوعيه معينه من المرضى اللي هي عندهم مشاكل مع الكميات. كميات الاكل تمام، لان عمليه قائمه على فكره ان احنا بنصغر المعده وبالتالي بنقلل كميه الاكل في الوجبه الواحده. المرضى دول عندهم نقط ضعف كبيره في العمليه تتعلق بنوعيه الاكل، وخصوصا نوعيه الاكل السائله اللي فيها سعرات حراريه عاليه، وبالتالي جزء كبير قوي من الموضوع. ان الحقيقه اللي بيحصل ان الناس في الاوقات العاديه بتبقى عندها قدره انها تلتزم بالتعليمات بتاعتها، انما في وجود ضغوط سواء كان ضغوط مجتمعيه او ضغوط في العمل او في الدراسه او في الحياه العائليه، المريض بيرجع تاني للعادات اللي هو كان مكتسبها من هو صغير، وبالتالي الحاله النفسيه للمرضى بتوعنا بتفرق كتير قوي في اختيار حتى نوع العمليه كمان. لابد من ان يكون الطبيب على معرفه دقيقه بنقطه ضعف المريض. اذا كان اتجاه كميات كبيره من الاكل فيفضل له التكميم، اذا كان اتجاه نقطه ضعف واتجاه السكريات والحلويات يفضل له تحويل المسار. ابيض اسود امر. ابيض، ودي حاجه هي مهمه جدا دكتور ايمن، لان احنا احب دايما انظر لكل مجموعه العمليات اللي عندنا، هم حوالي يمكن 6 أو 7 عمليات، انهم عمليات بيكملوا بعض، ما هماش عمليات متنافسه، يعني انا ما بحبش ابدا السؤال بتاع التكميم احسن ولا التحويل. احسن لمين؟ احسن ليكي ولا احسن ليا ولا احسن ليا؟ واحنا كلنا حتى مرضى عندهم زياده في الوزن لو فحصت كل حاله على حده هتلاقي اسباب مختلفه. التكميم عمليه واحده من اهم عمليات اللي قايمه على فكره تصغير المعده، وفي الحته دي ممكن تتنافس مع عمليه زي الحزام مثلا. كل مجموعه العمليات اللي قايمه على تصغير المعده هدفها ان احنا نقلل كميه الاكل في الوقت. هنصغر المعده قد ايه؟ هنصغر الطريقه اللي هنصغر بيها المعده، هنحط حزام، هنعمل جيب طويل، جيب، كل دي حاجات فروق تقنيه لما لا تؤثر في فكره العمليه نفسها. في كل المجموعه دي ابتداء باول التدبيس والتدبيس المعدل والحزام، اللي هي الحاجات تقريبا اللي ما بقتش تعمل بكثافه خلال الـ50 الاخرانيه، وحاجه زي التكميم اللي هي يمكن اشهر عمليه قايمه على فكره تصغير المعده في خلال الـ5 سنين اللي فاتت. دول كلهم نقط القوه بتاعتهم في كميات، في نوعيه الاكل، في كفاءه، في كميه الاكل، ونقط ضعفهم الاساسيه في السكريات، الحلويات، وخصوصا الحلويات السائله او الشبه سائله اللي هي ما تحتاجش حيز كبير وفيها سعرات حراريه عاليه قوي. المرضى المجموعه دي من المرضى اكيد لازم تختار لهم حاجه قايمه على اللي بيحبوا الحلويات ومش مهتمين قوي بنوعيه بكميات الاكل. دول التكميم ممكن ما يبقاش النتائج بتاعته بالشكل اللي المريض متخيله او اللي انت يعني تتمناه، او انك تقدر تعمل يعني تاثير صحي ايجابي على حاله المريض بعد العمليه. في الحته دي ساعتها تحويل المسار يمكن يكون احسن. في نفس الوقت برضه تحويل المسار للمرضى اللي هم ما بيلتزموش قوي باخذ ادويه، ما بيلتزموش بنظام متابعه، ممكن لو ما خدش فيتامينات ممكن تبدا تجيله بعض المشاكل، وبالتالي ساعتها قد يكون من الحكمه انك تعمل حاجه تكميم. برضه الناس اللي عندهم مثلا مشاكل صحيه مثلا تقتضي ان وقت العمليه يكون قصير، في يعني مجموعه كبيره قوي من العوامل، انما طريقه التغذيه اللي المريض بياكلها في الاوضاع العاديه بتاعته من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها جدا في اختيار نوع العمليه. لا يسلح لمرضى الارتجاع الحاد في المريء الجيرد عمليه تكميم المعده. ابيض اسود رمادي. شكله رمادي بس اميل الى الابيض الحقيقه. احنا كان دايما عندنا اعتقاد او يعني دراسات كانت اظهرت في الاول ان تكميم المعده تصلح للمرضى عندهم ارتجاع بشرط انه ما يكونش ارتجاع عنيف، يكون ارتجاع بدرجه مقبوله. ودراسات في الاول اثبتت برضو ان نسبه الارتجاع بتزيد بعد عمليه التكميم الفتره الاولانيه، انما بترجع تاني تنخفض بعد سنه الى تقريبا مستواها الطبيعي. التقارير الاخيره مطلعه ان النسبه يمكن تكون اعلى شويه من احنا كنا متوقعين، كانوا حوالي يمكن 30% من المرضى بيبقى عندهم ارتجاع قوي حتى ايفن بعد سنه من العمليه. وبالتالي المرضى اللي عندهم ارتجاع قوي لا ينصح لهم باجراء تكميم بعد القرار.
لا ينصح لهم تكميم المعده. ينصح لهم بعمليات ثانيه زي مثلا تحويل المسار. خلاص او حتى الحزام. تكميم عمليه بتصغر المعده وبتحافظ على البايلورس او فتحه البواب. وبالتالي ده جيب مقفول الى حد ما، الضغط فيه بيعلى اكتر من الوضع العادي. وبالتالي لو في ارتجاع يعني هيزيد في الاول الى ان تبدا المعده تتمدد شويه، وساعتها الضغط فيها يبدا ينخفض شويه، وده بيحصل بعد سنه. ساعتها مفترض ان الارتجاع يبدا يقل. انما الحقيقه ده هيمشي على الناس اللي عندهم ارتجاع درجه بسيطه او ما كانش عندهم ارتجاع قبل العمليه وجالهم بعد العمليه. انما الناس اللي عندهم اصلا ارتجاع كبير فتضخم في الحجاب الحاجز واوريدي المريء بدا يتاثر، اكيد ده هيزيد قوي بعد العمليه وممكن كمان ما يتحسنش بعد سنه. احنا بنروح من العمليه في ضغط هيبقى زايد في المعده. الضغط هيبقى زايد، واحنا لا ننصح بالتكميم لمرضى عندهم ارتجاع عنيف. السؤال القادم سؤال هام جدا. يقول البعض ان عمليه تكميم المعده لها نفس التاثير على مرضى السكر من النوع الثاني الذين يعانون من سمنه مفرطه مثلها مثل عمليه تحويل المسار. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ لا اسود طبعا. اسود. انما هل تكميم المعده بتؤثر على مرضى السكر؟ بتؤثر ايجابيا على مرضى السكر، بتؤثر ايجابيا بتحسن السكر. تمام. انما هل ليها نفس التاثير بتاع تحويل المسار؟ لا. وانا هقول لك حاجه ثانيه ابسط من كده. هو المريض اللي عنده زياده في الوزن وعنده سكر من نوع ثاني لو عمل دايت وخس سكر هيتحسن ولا مش هيتحسن؟ هيتحسن. هيتحسن. نفس الفكره بالظبط من كل العمليات اللي قايمه على فكره انها ان احنا ننزل وزن بس، زي الحزام، زي التدبيس، زي التكميم، حتى ايفن العمليات اللي ما نجحتش قوي زي الكشكشه، برضو كل دي قايمه على فكره ان احنا هنصغر المعده وهنقلل الوزن. وهنا المريض يجب ان يتوقع ان هو مش يجب يعني مش ما يتوقعش ان السكر يختفي بالسرعه اللي بيختفي بعد تحويل المسار. يعني ده اتوقع انه الموضوع هيبقى دايما مرتبط بنزول وزن. المشكله ان حتى في العمليات اللي هي زي التكميم والحزام والتدبيس قد يحصل احيانا زياده في الوزن بعد فتره 5 سنين او 7 سنين. للاسف المرضى دول لو حصل لهم زياده في الوزن هيبدا السكر يرجع تاني. التحويل مختلفه خالص، لان التحويل قايم على 2 ميكانيزم برضه، ما زال ميكانيزم نزول وزن، ما زال نزول وزن برضه فعال حتى في التحويل برضه. ده هيحسن الانسان هيشخص بالظبط. الحاجه الثانيه كمان هي التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في الجهاز الهضمي، اللي هو اللينك ما بين الجهاز الهضمي والبنكرياس. الخلل اللي بيحصل فيه مع بدايه مرض السكر، التحويل المسار كمان هو بي 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 بيعالج الخلل اللي بيحصل في الوسائط الهرمونيه اللي ما بين الجهاز الهضمي والبنكرياس في اللي بتحصل في بدايه مرض السكر بالنوع الثاني اللي بتخلي السكر يبدا يعلى. فهنا مش مجرد بقى عندك حاجه تتعلق بنزول وزن، لا انت عندك كمان تغيرات هرمونيه او اعاده تصحيح، اعاده توازن للخط الساخن اللي ما بين الامعاء والبنكرياس، وده اكيد بيحسن السكر. وهنا تستغرب ان السكر احيانا في مرضى عندهم تحويل مسار بيتحسن بعد حوالي 10 ايام من العمليه، خلاص بيختفي بعد اسبوعين من العمليه. الحقيقه دي حاجه غريبه، ودي كانت يمكن اللي لفت النظر الى ما يعرف باسم جراحات مضاده للسكر. هو ميتابوليك سيرجي. ميتابوليك سيرجي هو اللي كان غريب في الموضوع، مش ان السكر اتحسن، ما هو السكر هيتحسن مع نزول الوزن. الغريب في الموضوع ان السكر اتحسن بعد اسبوعين من العمليه. ولسه الوزن ما كانش نزل. ولسه الوزن ما نزلش، خلاص يعني لسه المريض مثلا عنده وزنه 200 كيلو وبعد اسبوعين من العمليه وزنه مثلا 185 188، ده رقم ما زال ضخم جدا، ما ينفعش ان احنا ندعي ان السكر اتحسن عشان الوزن نزل. انما احنا المفاجاه الصادمه او بالنسبه للناس اللي عملوا العمليه في الوقت ده كانت ان السكر اختفى. التغيرات الهرمونيه المصحوبه بتحويل المسار اكيد ليها دور مهم جدا في علاج مستوى السكر عن طريق هرمون مش مغير فقط عن طريق نزول الوزن. اذا سنذهب الى المنطقه الثانيه الهامه جدا في هذا الحوار، شديد العلم شديد الاهميه، وزي ما انا قلت في اول الحوار اكثر الحوارات انتظرها لاستفادتي الشخصيه الكبير جدا من حوار شديد الدقه النهارده. اقول لكم استفدت من كام حاجه بس، لما نروح الاول لحته المنطقه المهمه قوي، المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟ من يروج بان نتائج عمليه تحويل المسار وتكميم المعده متساويه في علاج مريض السكر من النوع الثاني، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ يعني ده طبعا متهم. يعني احنا ما عندناش حاجه في الطب بالاراء الشخصيه، عندنا حاجه اسمها evidence based medicine، يعني العلم القائم على الارقام. الارقام
تشير طبعا الى فرق كبير في النتائج، مش فرق يعني فرق واضح سيجنيفيكانت يعني مؤثر ما بين نتائج التكميم والتحويل في موضوع سكر بالذات. وبالتالي لا يمكن اطلاقا ان حد يقول ان النتائج متساويه، لا، انما الناس احيانا بتخلط ما بين نتائج ايجابيه ونتائج متساويه. التكميم المعدي ليها نتائج ايجابيه على السكر؟ ليها، انما هل هي بنفس قوه تحويل المسار؟ لا. سنذهب الى منطقه هامه جدا في الحوار، لانه احنا النهارده يمكن حوار شديد الدقه ويهم كل المرضى، لانه الناس متبحره قوي ان اللي هيشوف حوارنا النهارده هو المريض اللي فعلا درس عمليات سمنه واصبح عنده نهم لمعرفه المستوى الارقى من المعلومات، المستوى الاكثر تفصيلا من المعلومات، فيتابع جدا، لانه برضه في الوهم والشك واليقين اعتقد هناك مناطق حساسه ومهمه جدا في الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ هناك معتقد عند بعض الناس انه نسبه الامان في عمليه تكميم المعده اعلى من نسبه الامان في تحويل المسار. ده وهم ولا شك ولا يقين؟ يعني ده نقدر نقول عليه ان هو شك. شك، بمعنى ان الكتب التكميم اكيد عمليه اسهل سنه من تحويل المسار. انا ما اقدرش اقول كلمه انها عمليه سهله، خلاص هي ممكن تكون سهله، بس لو هي سهله قوي كده يبقى دي مش التكميم اللي احنا بنتكلم عليها. ده اسمه استئصال جزئي للمعده، ده المريض مستأصل منه حته صغيره من المعده، وده مش هيؤدي الى نزول وزن فعال ولا مؤثر ولا المنتج المفعول. عشان تعمل تكميم المعده بشكل احترافي، يعني بشكل على مقاس معين، واحنا بنميل كمان في خلال مثلا الخمس سنين اللي فاتت ناحيه تصغير حجم الجيب، جينا موديفيكيشن معينه في الجيب، في الجزء الاسفل من الجيب، في الجزء الاعلى، في المناطق اللي فيها الهرمون الجريلين، يعني ليها مقاييس يعني دقيقه. وبالتالي لو اتعامل بالمقاييس الدقيقه دي خلاص ديفنتلي تحتاج خبرات، برضو تحتاج جراح عنده خبرات ومتمكن من ادواته، ويعني يقدر انه يعمل عمليه تكميم مسار بشكل كامل. تحويل مسار؟ تكميم معده. تكميم ولا تحويل مسار؟ ده بتاع التكميم حاليا. خلاص، ان تكميم معده رغم انها تبدو انها عمليه سهله، الا ان هي ما هياش عمليه سهله لو اتعاملت بالمواصفات الجديده او بالارقام بالشكل الجديد اللي بيتعمل بيه. تحويل المسار عملية أكثر تعقيدا طبعا من التكميم، محتاجة ديفنتلي خبرات أكبر كمان من التكميم. إنما أنا أعتقد إن الفروق ما بين التكميم والتحويل في إيد الجراح المتخصص في حادثة سنة ما هياش فروق كبيرة كده. طبعا أي جراح مبتدئ أو جراحين لسه ما لهمش قوي في جراحات السمنة أو ما لهمش في جراحات المناظير بشكل قوي، طبعا التكميم هيبقى أمن من جراحات السمنة. إنما بالنسبة يعني بالنسبة لنا إحنا مضاعفات في التحويل زي التكميم تقريبا نسبة 3 في 1000 3 في 1000، يعني مفيش فرق كبير قوي ما بين التكميم والتحويل. في النهاية أريد أن أسأل سؤال مهم. كواحد من رواد جراحات السمنه في الوطن العربي، ايهم اخطر الان على مريض السمنه المفرطه؟ افكار الشعبيه وضغوط العائليه وضغوط الاقارب وافكارهم الخزعبليه عن جراحات السمنه عموما اخطر وبعض التجارب اللي بيشوفوها فكر الشعبي، ولا انكار او بمعنى اصح تخوف بعض الاطباء المتخصصين في عمليات السكر في مرض السكر ومهاجمتهم الغير مدروسه لهذا الفرع الهام جدا في الجراحه اللي موجود في العالم كله، يعتبر هجومه نوع من الهجوم على الزملاء وهجوم على طب حقيقي موجود وقائم ويعني له اقسام في كل جامعات منها كليه طب جامعه عين شمس. لا طبعا للاسف، يعني الاخطر مين؟ الاخطر طبعا هو ان بعض الدكاتره او بعض الزملاء في التخصصات، حتى في التخصصات الجراحيه او حتى غير الجراحيه، ما عندهمش الداتا او المعلومات الكافيه عن جراحات السمنه. وده يمكن ثابت راينا ان احنا عملنا اسم جراحه السمنه في جامعه عين شمس، واعتقد هينتشر الموضوع ده في جامعات كثيره. ويمكن في الهدف بتاعنا او يعني احد اهم الاهداف من انشاء الاسم ده هو ان احنا نبدا تدريس ماده جراحه السمنه على مستوى طلبه البكالوريوس. ده حاجه لما كانتش بتحصل قبل كده الحقيقه، كنا معتبرها دي حاجه خاصه بالدراسات العليا خاصة بالناس اللي تخصصوا في المجال ده. لان الحقيقه معلومات مغلوطه كتير، وبالتالي كتير قوي من الزملاء في تخصصات ثانيه بيفاجئوا بمعلومات ما كانتش موجوده ايام دراستهم في مرحله البكالوريوس.
فمن المهم جدا المجتمع الطبي يتحدث بلغه الارقام مش بلغه الاجتهادات والاراء الشخصيه. يعني انا ما بحبش ابدا حد اقول انا رايي كذا خلاص مفيش حاجه اسمها جمل. في جمل ساعات تبقى جمل اشبه بكليشيهات كليشيه صحفي اللي هو ايه يقول مثلا جمله ايه وما يثار من اوهام حول التخسيس. مفيش حاجه اسمها اوهام حول التخسيس، ما نحدد ايه هي الاوهام وهي الحقائق. واحنا عندنا حقائق وعندنا ارقام وعندنا دراسات، مش دراسه ولا اثنين، الاف الدراسات والاف الدراسات المجمعه خلاص، وتوصيات من يعني قصدي هذا الموضوع لم يعد يحتمل دلوقتي. انما من المفيد حتى ان احنا نحافظ على صوت يعني المجتمع الطبي، نتكلم بصوت الى حد ما واحد. وبالتالي دي مهمه الجمعيات بقى زي الجمعيه المصريه لجراحه السمنه، الجمعيه المصريه للغدد الصماء، الجمعيه المصريه لامراض البطنه. لازم يحصل لقاءات دوريه اكتر من كده، ولازم الناس تبدا تتعلم انها تشتغل مع بعض بتجانس اكتر من كده. في الاخر ده هيخدم اكيد مصلحه المرضى بتوعنا. انا كجراح سمنه هعمل عمليه لمريض السكر، ده محتاج دكتور السكر معايا. دكتور السكر اكيد لو هو من لم ينجح انه يسيطر على السكر، اكيد هو مش يحب المريض بتاعه يخش في مضاعفات من مرض السكر لمجرد ان هو لا مش عاوز يبعته للجراح عشان يعمل عمليه. وفي الاخر ما هو في وشه برضه، يعني مريض السكر ده يحصل له مضاعفات ويبدا يحصل له مشاكل في الكلى وفي عينيه وفي الشبكيه، ويعني كل مشاكل السكر اللانهائيه دي. ما هو اكيد برضه هو لم ينجح في علاجه، هو لم ينجح في علاجه مش قد يكون عيب فيه، قد يكون كمان ان المشكله في المريض بتاعه ان هو مش قادر برضه يلتزم بالادويه بالشكل اللي عاوزه. ف تكاتفنا كلنا مع بعض، احنا وزملاء في الغدد الصماء وزملاء في البطنه وفي القلب، تكاتفنا هو ده يعني احسن حاجه نقدر نعملها للمرضى بتوعنا. كالعاده يعني شرف كبير لينا وجودك معنا وزياره رائعه، واستفدنا استفاده كبيره من واحده من اهم محاضراتك في هذا البرنامج. نورت. الله يخليك دكتور ايمن، خليك دايما مع الناس الحلوه. من غير ما نزعل، احنا عندنا مشاكل متأصلة في ثقافتنا لازم نغيرها. القرص ابو 70 والحقنه ام 13، وكأن احنا المفروض كدكاترة والناس كلها تعرف الدواء بثمنه مش باسمه. قدرش ان الموضوع فيه خطورة كبيرة جدا عليه انه يطلع يشيل بوتاجاز 8 ادوار لوحده. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة. اهلا بكم. الحقيقه النهارده موضوع مهم جدا، لانه في كل عقل مصري وعربي محفور بعض الافكار الثابته حوالين العمليات التي تتعامل مع العمود الفقري من انزلاق ظروفي وخلافه. وخليني اكلمكم بلغه بسيطه خالص. اي حد عنده مشكله في العمود الفقري، المشكله ممكن تعالج طبيا وممكن تعالج جراحيا. يعني المشكله تصل الى مرحله انه لا يمكن علاجها طبيا، ينبغي ان يكون هناك تدخل جراحي. تعالى اي واحد عنده اي مشكله في ظهره قول له ان هنعمل لك عمليه جراحيه، اول جمله هيرد عليك بيها هيرد عليك بجمل من نوعيه ده خبر سيء، طبعا عيات وبكاء وممكن كمان انهيار، صدمه عصبيه عند الناس اللي عندهم رباطه كأش شويه، انفعال نفسي، جمل بقى فيها توقع الأسوأ والى اخره. تحاول تقنعه انه في انتقال رهيب في نوعيه واداء هذه العمليات الجراحيه، وان التكنولوجيا والمهاره في مصر موجوده مثلها مثل الموجود في اوروبا، ده مش من السهل يدخل في عقول كتير. في ناس اللي مرت بالتجربه او حد قريب منهم مر بالتجربه عارفين ده ومصدقينه ومؤمنين بيه جدا. لكن احنا علينا ان احنا ننشر هذا المعنى، ننشره بواقعه. كل واحد عنده تجربة عملية من العمليات دي لازم يكلم اللي حواليه عنها،
ويقول ان هو عملها بالشكل دوت وانها نجحت وانه قادر يمشي ويقف وسطهم. فكرة الانسان اللي بيخبي النوعية دي من العمليات او يداريها او هو كويس فمش عايز يقول انه عملها وبقى كويس عشان العين، الكلام دوت على فكرة بيضر ناس كتير من اللي المفروض يتعمل لهم عملية ومترددين او بيلقوا بانفسهم في براسم ما يسمى بالوهم الخارجي والخواجة ببرنيطة وبيروح في حتة ممكن يتنصب عليه او يتعمل له حاجة مش جيدة على الاطلاق. المعنى دوت هطرحه على ضيف العزيز وخصوصا انه واحد من الاساتذة الكبار في هذا المجال وطبعا واحد من اللي حملوا على عاتقهم شرح عمليات العمود الفقري بالتفصيل في الإعلام العربي ورائد من هذا في هذه النوعية من الأحاديث وأيضا على المستوى الأكاديمي والكلينيكي حدث ولا حرج، فهو أستاذ الأساتذة وصاحب المهارة المتميزة مصريا وعربيا وعالميا أستاذنا الأستاذ دكتور يوسف الحميلي. أهلا بيك يا أستاذنا. أهلا بيك منور الناس الحلوة. يعني المعنى قبل ما أدخل، المعنى اللي أنا قلته ده صح؟ حقيقة ده واقع. إن إحنا الناس اتعودت انها تشوف عمليات العمود الفقري دي شبح كبير جدا، ودايما الانسان لما ما بيعرفش حاجة بيخاف منها. يعني العرب سموا الجن جن لانه حاجة مبهمة بالنسبة لهم، معنى الجن في اللغة العربية هو الحاجة المبهمة، وعشان كده بيعملوا له يعني 100 سيناريو للخوف والفزع. نفس القصة عمليات العمود الفقري كونها ليست مفهومة إلى حد كبير جدا عند كثير من الناس، كونها فيها كثير من الثقافات المغلوطة واللي مش مفهومة صح، كون في بعض الأمثلة من هذه العمليات مش صح وأمثلة مش كويسة، يعني كل ده بيساهم بشكل كبير جدا في ان الناس تحط صورة سيئة لعمليات العمود الفقري. إذن سنذهب في حوار مهم ومثير وشديد الأهمية عند اللي عندهم مشاكل في عمود الفقري هيهتموا، عند أقاربهم أعتقد إن هم هيحصل لهم النهارده اكتفاء معلوماتي هام جدا وخصوصا مع قمة علمية كبيرة، فنبدأ معه بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90% وأيضا بنتائج رائعة إذا تمت في مكان مجهز مؤهل يمتلك قدرة هذه العمليات. طبعا أبيض. يعني هو جراحات محدودة التدخل عايز أقول إن اللي يتكلم عنها أو اللي يقول فيها هم الناس اللي بيعملوها، هم الناس اللي عندهم الامكانات العظيمه لاجراء مثل هذه الجراحات. الجراحات دي جراحات عايزه جراح متمكن، ودايما بقول يا جماعه الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدوده التدخل يعني يستطيع ان يجري جراحه بالمنظار والميكروسكوب ويقدر يستخدم تقنيات الليزر والجراحات الملاحيه، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العاديه وباحسن ما يكون. امال هو ليه بيعمل الحاجات دي؟ ده نوع من التطور في شغل، نوع من التقدم، نوع من التوفير على المريض في أشياء كثيرة جدا، ليس التوفير المادي ولكن التوفير الصحي. أنه هو بيعمل العملية بتاخد وقت قليل، المريض فترة المقاعة بتبقى قليلة، الأهم من ذلك أن المريض بيرجع بالجراحات دي إلى وضعه الطبيعي أقرب ما يكون إلى الطبيعي من أي جراحة تانية. طب ليه الناس بتنتقد الجراحات دي؟ كل اللي بينتقدوا الجراحات دي يقولوا انها بتقتصر على نسبة قليلة، دول الناس عمرهم ما مارسوا هذه الجراحات. الكلام ده في غاية الأهمية. الناس اللي بتاخد العيان تتفق معاه على عملية وتوديه أي مستشفى أو أي مكان غير مجهز من مصلحته ان هو يقول الكلام ده ويعني يتكلم عن الجراحات دي وكأنها حاجة أقل من اللازم، يعني بيوصفها للمريض ده كأن المريض بيعمل عملية ناقصة مش كاملة. لو احنا بصنا في الفيديو هنا هنبص هنلاقي دول عمليتين جراحيتين لنفس الغرض ونفس السبب، انزلاق غضروفي مع توسيع القناة العصبية. لكن شوف هنا لما بنعمل عملية بالمنظار، شوف شكل الفتحة قد ايه، شوف شكل العملية قد ايه، شوف المريض بيفقد أنسجة أو اختراق الأنسجة الطبيعية اللي ربنا عملها والتغيير فيها هنا قد ايه وهنا قد ايه. طبعا الجراحات بالمنظار بتقتصر على ان انا اتعامل مع المرض ف
فقط لا غير دون أن أحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. وبالتالي أنا لما أطلع من العملية أجريت عملية استعصلت الغضروف زي ما احنا شايفين فقط الغضروف من غير ما أشيل عظم من الظهر من غير ما أقلل كفاءة العمود الفقري المريض ده هيطلع يتحرك هيطلع من العملية أجرى العملية وكأنه لم يفقد أي شيء. وبالفعل هو لم يفقد أي شيء من الحاجات الطبيعية اللي ربنا عملها وبالتالي هيطلع يتحرك بسرعة هيعمل كل حاجة مش هيبقى عنده قصور في الحركة مش هيبقى خايف يوطي مش هيبقى ممنوع يوطي ولا في كل حركة محتاج يلبس حزام و إيه الفرق؟ إن دي جراحة مكلفة جراحات محدودة التداخل بالمناسبة من الجراحات المكلفة جدا عايزة إمكانات عالية عايزة مستشفى مجهز من نوع أكثر وهي تجهيزاتها واستهلاكاتها أعلى بكثير جدا من الجراحات العادية بس الصراحة المريض في النهاية طبعا الألم العمود الفقري أصبح الآن من أمراض العصر وبينافس دلوقتي السكر والضغط لأنه كل الناس بتعاني منه بسبب عاداتهم اليومية اللي بيمارسوها كله الكلام طبعا اكيد ابيض طبعا هو مرض العصر لان احنا كل ما بنتحرك للعصر الميكنه والتكنولوجي اللي هو ان احنا بنعتمد في كل حاجه على حاجات بتنقلنا حاجات بتحركنا ما بقيناش بنستخدم ما بقيناش بنمشي بقينا بنركب العربيه يعني اعتمادنا الكامل على الالات خلى البنيان الجسماني للانسان بشكل عام اقل كثير جدا مما سبق وفقدنا لبعض العادات الصحية زي المشي والرياضة وعدم الاهتمام باللياقة بسبب رتم العصر وسرعته وعدم الفراغ كل ده أدى إلى أن المشاكل في العمود الفقري تكتر وبالتالي الأمراض تكتر السؤال القادم سؤال مهم جدا يعتقد الكثيرون أن مشاكل العمود الفقري التي تحدث في آخر الظهر ملهاش علاج إلا التدخل الجراحي ده كلام ده لا هو اعتقادهم ده ابيض ولا اسود ولا رمادي لا طبعا اسود اسود خالص طبعا يعني دايما بقول ان اكتر من 80% من مشاكل العمود الفقري يمكن ان تعالج بدون التدخل الجراحي طب ايه اللي بيحصل ليه الناس بتحط هذا الاعتقاد لان في كتير جدا من الناس اللي بتشتغل في مجال العمود الفقري وللاسف كل همه انه يعمل عمليات ودي مسألة بتعتمد على يعني الأمانة العلمية ومسألة ضمير الحاجة التانية إن الناس بتشوف أكتر عينها بتبقى على اللي بيعمل عملية ما هو اللي بياخد علاج ويخف بدون عملية ده مش هيبان في المجتمع لكن اللي بيبقى عامل عملية ده معظم الناس بتشوفه في المستشفى بتسأل عليه بيتغيب عن عمله الفترة فبيبقى الشكل باين أكتر وواضح أكتر لكن بشكل عام لا طبعا كثير جدا من مشاكل العمود الفقري يمكن علاجها علاج تحفظي دون اللجوء إلى الجراحة أكثر مريض بيقضي معاه وقت كتير في العيادة دايما هو المريض اللي جايني يعمل عملية وأنا بقنعه أنه ما يعملش عملية المريض ده بيبقى جاي هو شاف حد أنا أعمل له عملية وحالته كويسة جاي مصر على أنه يعمل عملية وأنا لما ببص عليه وأشوف أشعاعاته وأشوف حاجته ألاقيه مش محتاج عملية ويعني اللخبطة بتزيد أكثر مع المريض ده لما يبقى راح لحد تاني وقال له أنه تعمل عملية فبيبقى مستغرب إزاي ما عملش عملية فبقول له دايما أصبر إحنا هنشوف بالنتائج لما هتخف هتقدر بعد كده تفهم إن إحنا ليه عملنا كده التزحزح الفقري كلمة أو مرض بقى منتشر دلوقتي في المجتمع المصري زادت حالاته ويوصف بأنه حالة صعبة الكلام ده أبيض ولا أسود ولا رمادي لا ده كلام أسود أسود طبعا هو ازدياد عدد الحالات زيادة ليست حقيقية لأن إحنا بقينا بنشخص كل الحالات فالزيادة دي نتيجة التقدم في وسائل التشخيص ما بقاش في حالات بتتشخص مرض تاني وبالتالي كل الحالات اللي عندهم تزحزح بيتعرفوا اما بقى كونه ان هو حاجه خطيره هو ليست اشياء من الحاجات الخطيره دايما بقول ان المرضى هم اللي بيحطوا نفسهم في حيز الخطر لما يبقى عندك حاجه بسيطه وهتتعمل بطريقه جراحيه لطيفه جدا عمليه محدوده التدخل في اول المرض
وتقعد تستنى تقول لا لا ما اصل انا كويس، ما اصل انا بقدر اشتغل، ما اصل انا ما بيجيليش الوجع ده باستمرار، ما اصل فلان اللي عمل العمليه في مستشفى. يا جماعه مش معنى ان حد عمل عمليه في مكان خطا وبايدي يعني انا اسف يعني غير متدربه جيدا يبقى كل العمليات كده. العبره ان احنا لما نعمل عمليه في وقت مبكر وفي الوقت المناسب، ولما نعمل العمليه باصولها في الاماكن اللي هي مخصصة لهذا وبالشكل العلمي الصحيح، النتائج دايما بتبقى هائلة. المنظار من أفضل الأشياء لحالة توسيع القناة العصبية. أبيض أستاذ رمضان؟ لا طبعا أبيض، لأن المنظار تقنية المنظار هي مش بس بتتيح لك أنك أنت تعمل العملية من فتحة صغيرة، لا ده كمان بتديك المجال أنك تشوف من زوايا متعددة. وبالتالي أنت لما بتستخدم مع المنظار المايكرو دريل اللي هي الحاجة اللي تعمل بيها توسيع، انت بتعمل التوسيع في نطاق اللي مكان اللي انت عايزه فقط لا غير. ما هو اصل التوسيع بالمفهوم الحديث مش ان انا ادخل اشيل عظم للمريض من العمود الفقري فكده وسعت له، ده الطريقة الجراحية التقليدية. التوسيع بالمفهوم الحديث هو انا اشوف المكان اللي ضيق نتيجة الخشونة، زي ما احنا شايفين في الفيديو احنا هنا بنستخدم المايكرو دريل، ان انا بوسع الجزء اللي محتاج اوسعه للمجرى العصب فقط، ومش محتاج اشيل عظم، وبالتالي بسيب العظم الطبيعي اللي ربنا عاملهن لاشياء كثيرة جدا، ويدوب اعمل في نطاق اللي محتاجه المريض، واللي محتاجه المريض ده هو اضمن حاجة تخلي المشكلة دي ما ترجعش تاني. لان لو شلت عظم الفقرات هتضعف، العمود الفقري هيضعف، المريض ده عرضة لانه يجيله الغضروف تاني، يجيله الضيق تاني، يجيله مشكلة تانية. كل ما حافظت على الانسجة الطبيعية والتركيب التشريحي الطبيعي للعمود الفقري، كل ما كنت ناجح في ان انا ارجع المريض ده لحياته الطبيعية بسرعة. بما انك دائما كاستاذ جامعي يعني لك تاريخ طويل جدا، تمتلك كمان النظرة الحامة للحدث وللواقع في محيط أعمال المخ والأعصاب في المجال العام والخاص، وكان بيعجبني دايما نقدك للخطأ، فأكيد منطقة المتهم والجاني والبريء معك هتبقى ممتعة. نذهب إلى المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ من ينصح المريض؟ من ينصحه ويثمن له ويعلي من قدر الطريقة العادية أو الأساليب العادية على المنظار في علاجات أو جراحات العمود الفقري؟ هتصنفه حضرتك متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده جاني طبعا، جاني على نفسه وعلى المريض. ليه جاني؟ دايما العلم يحب الناس اللي بتتعمق فيه، ودايما يعني بيقولوا من قال لا اعلم فقد افتى. اللي ما يعرفش يعمل الجراحات محدوده التدخل، الجراحات بالمنظار، اللي ما بيستخدمش تقنيه الميكروسكوب في العمليات الجراحيه حتى هذه اللحظه، وانا بتكلم على جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري وهو تخصص شديد الدقه، تخصص حساس جدا، اللي ما يعرفش يستخدم التقنيات دي في المجال ده ما يتكلمش في المجال ده، لان المجال ده بيضرب به المثل في الدقه العاليه. طبعا دايما يعني لما كان في السينما في السينما في الحروب لما كانوا بيتكلموا عن حرب العراق وازاي يبقى فيه قنبله نازله زي نيران صديقه، قال لهم يا جماعه وي دونت دو برين سيرجري، احنا ما بنعملش عمليه في المخ. ده معناها ايه؟ ده معناها ان احنا لما بنتكلم عن عمليات المخ، عمليات العمود الفقري، عمليات خاصه بالحبل الشوكي، انت بتتحدث عن دقه متناهيه، المليمتر يفرق معانا. من يقوم باستخدام المنظار في استئصال الغضروف العنقي؟ ده بقى كتير. ويرفض استخدام الطريقه التقليديه. ما خلاص هو شايف ان الطريقه التقليديه في الغضروف العنقي ده نوع من المخاطره، لا يعني الخطير جدا. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ده راجل يعني في منتهى البراءه. يعني واحد بيستخدم ده ياخد جايزه طبعا. يعني هو لسه بنقول يعني ده واحد مدرب على انه يقود سفينه فضاء. ليه الغضروف العنقي تحديدا اكتر كمان؟ انت ما بتحتاجش في الغضروف العنقي اكثر من انك انت حاجه دقيقه جدا توصلك، ما انتش عايز تعمل تقعد تفتح في 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 انسجه، في هنا المريء، في هنا القصبه الهوائيه، في شرايين، في الغده الدرقيه، انت محتاج زي ما بنقول كوريدور
او طريق بسيط جدا، المنظار صغير قوي، المنظار بيوصلك لده بسرعه، الميكروسكوب الجراحي بيوصلك لده بسرعه، بتقدر تعمل العمليه بتاعتك بدقه متناهيه، بتقدر تعمل للمريض حاجات اللي هي بنسميها محدوده التدخل، بدل ما ادخل اشيل عظم وابهدل الدنيا، عارف اللي هو ايه؟ كانوا زمان لما يجوا يركبوا مثلا تكييف الناس متعوده يكسر في الحيطان ويبهدل لحد ما بقى فيه تكنولوجيا الشنيور ويعمل يقوم يعمل فتحه صغيره كده ويحط وخلاص ويغسل مكانه وينظف، تلاقي ايه؟ ما بوظلكش الحيطه خالص. نفس القصه يا جماعه، ما هو اللي بيركب تكييف بالاجنه والشاكوش غير اللي بيجي يركب لك تكييف معاه الكتريك شنيور وبعده بيعمل بقى ويدخل وما يسيبلكش الدنيا متبهدله. ففي فرق كبير، في فرق كبير. جسم الانسان حاجه غاليه جدا، وعمرنا ما هنقدر نحاكي او نصل للي عمله ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لما اقدر انا كجراح احافظ على اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى واشيل بس اتعامل مع المرض فقط، يبقى خلاص بقى انا نجحت. هنا بقى بنركب غضروف صناعي، غضروف الصناعي دي طريقه تركيبه، الغضروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياه. من يقول الطبيب اللي بيستخدم القسطره المخيه في علاج التبادل الشرياني؟ اكيد ده بريء طبعا، ده بريء، مش بريء، ده يعني تقدم رائع في العلاج طبعا، لان احنا الجايد لاينز او المعايير العالميه لعلاج التمدد الشرياني باجماع يعني علماء المخ والاعصاب على مستوى العالم، القسطره او القسطره هي رقم واحد في العلاج. يعني لازم مع كل مريض تمدد شرياني اشوف ينفع قسطره ولا ما ينفعش، لان لو ينفع قسطره ليس هناك اي داعي للعمليه الجراحيه. القسطره هتعمل كل اللي بتعمله العمليه الجراحيه واحسن. عارف ليه احسن؟ لان ما عرضتوش لبنج طويل، ما عرضتوش لفتره يعني بعد العمليه انه هياخد تنويم في الرعايه المركزه، دخلت بحاجه محدوده التدخل، قسطره عن طريق الشريان زي قسطره القلب، ودخلت زي جوه التمدد الشرياني بكويل اللي هو بيلتف داخلي ده، وخلاص قفلنا التمدد الشرياني، تحقق الغرض من العمليه دون استخدام المشرط. طب حد يرفض ده؟ تلجع معايير العالميه بتقول انت لازم تعمل ده في كل عمليه. التمدد الشرياني مشكله بقت كبيره جدا، وللاسف مرضى الضغط كتروا، فالمشكله لما تكون مع الضغط بتبقى كمان المساله اكثر صعوبه، فناخد بالنا قوي من المشكله دي، لانها في كل بيت في مصر في عرضه اللي عندهم ضغط بالذات لفكره التمدد الشرياني الناتج عن توقف دواء الضغط كمان بشكل مفاجئ يعني. المنطقه الثالثه منطقه مهمه جدا، لان اكثر برانش في الطب حواليه اوهام هو المخ والاعصاب، اكثر حاجه هو رقم واحد على الاطلاق، فنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ السؤال القادم سؤال فني جدا برضو. الجراحة الميكروسكوبية تتقدم عن الجراحة بالمنظار في بعض الحالات، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده يقين طبعا. يعني احنا كل الادوات المستخدمة في غرفة العمليات جت بعد مجهود بحثي طويل جدا، يعني لم نستخدم الميكروسكوب الجراحي هباء ولا منظارة ولا المنظار. الحاجات دي اتعملت ليه؟ اتعملت عشان اعمل ريفاينمنت، اصلح اطور، زي ما كانت زمان البيوت ما فيهاش غير المراوح، النهارده بقى في يعني عايز اقول بقى في تكييف، بقى في تكييف مركزي، بقى في تكييف صديق للبيئه بيعمل بالغاز الطبيعي. وبالتالي احنا في كل مره بنعمل العمليات بالشكل ده عن الشكل ده ليس تحيزا، ولكن عشان نساعد المرضى بتوعنا، عشان نعمل حاجة كويسة، عشان نقدم منتج أحسن. ولكن أعداء التطور هم دائما أعداء النجاح، هم دائما الكسالة اللي خد خلاص على أنه هو يعني يخش يفتح ضبة ومفتاح زي ما بيقولوا، من ساعة ما خد بكالوريوس الطب لحد ما هيدخل القبر. وإحنا اللي بيحاسبنا ربنا، اجتهادك في العلم ده ربنا بيديك عليها أجر. إن أنت تجتهد وتجيب لبلدك حاجة توفر على الناس إنهم يسافروا يعملوها برة، وتوفر على البلد عملة صعبة. وبالمناسبة على فكرة الطبيب المصري
من أكثر أطباء العالم مهارة في لو توفرت له الإمكانات. لما نبقى احنا عاملين مكان فيه كل الإمكانات اللي موجودة بره وجايبين كل المعدات اللي جاية اللي بتستخدم بره دي وننجح ونعمل ده، يبقى لازم الناس تساعدنا. وعايز أقول إن الإعلام ليه رسالة مهمة جدا في هذه الآونة. يا جماعة خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا اسمها السياحة العلاجية. احنا عندنا ثروة لا تقل عن كنوز الآثار التي يعني تعج بها مصر، زي ما عندنا تلت آثار العالم بس كلها في مدينة واحدة زي الأقصر، احنا عندنا أطباء في منتهى العظمة. وأنا بقى يعني بأرفع القبعة انحناء للطبيب المصري اللي من أيام الفراعنة وهو من أمهر الأطباء. السياحة العلاجية في مصر يا جماعة دي قضية تحتاج إلى حلقات وحلقات، وزي ما أستاذنا الفاضل قال في جمل مهمة إن ده طريق مضمون جدا، مضمون للسياحة، لازم نحافظ عليه ونقويه ونرسخه ويبان فعلا قيمة الطبيب المصري الموجود في مصر. أعدائنا أعداء مصر مش عايزين كده، مش عايزين كده خالص. طبيب مصري يبان، طبيب مصري يظهر مهارته ويتكلم ويقول ويجيب الحاجات دي، لا 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 لا، احنا مش عايزين الكلام ده يظهر. يظهر بقى الكلام ده بقى، شوف ده الغلاف يتقال بقى بأي شكل والحدق يفهم. نورتنا يا فندم، خليكم دايما مع الناس الحلوة. حضرتك في حاجه اسمها جنرال كونديشن، كل نوع عامل ليه تكنيك غير التاني، لازم البني ادم يوصل لحاجه انه يعرف يبتسم. ما تطلعش الدكتور اللي جواك لانك جواك مش دكتور، اوعى تتقمص دور دكتور. الاشعه المقطعيه قبل اجراء زراعه الاسنان اجراء غير ضروري. انا ممكن اقول لك المقطعيه هتطلع ايه، لكن لا اجزم بيها، لازم المقطعيه تيجي تتطابق مع اللي انا بقوله. انا شايفه ان الكلام ده غلط. ده معتقد ناس كتيره وخصوصا البخلاء. كتيره قوي. يلعب نوع الزرع المستخدم دور كبير في فشل النجاح في الزراعه. انت بتزرع في اي نوع عظمي؟ تقويم الاسنان يعطي نتائج افضل لما كانت السن الصغير. افضل لا، اسرع. إذا الناس تبعتنا على أساس أنهم يتعلموا ثقافة هيستفيدوا جدا. زراعات قديمة بتديها له يعقمها وترجع تحطها تاني. في ناس أعتقد أنه جميع أنواع الزراعات بتعطي نتيجة واحدة. في بلاد معروفة بأنها بتعمل أحسن إمبلانتس موجودة في العالم. القشرة التجميلية حل دائم لتجميل الأسنان وليس مؤقت. طبعا دوت حل دائم، يعني أنا بفضله كمان عن التبييض. ممكن نعمل فيها زراعات ونعمل فيها شغل حلو جدا، بس المريض يدي فرصه للدكتور ان هو ياخد قرار مظبوط. احنا جبنا النتيجه دي.